الرحيم، ربنا ينصر بلدنا وينصر الشعب كله ان شاء الله. ربنا يجعل كده اخر مشاكل البلد وينصرها كلها يا رب علينا. اللجنه حلوه والناس طيبين وحاجه كويسه جدا جوه، وانا انتخبت صراحه يعني الناس الكويسين اللي هيقدروا يقفوا معانا كده ان شاء الله. ربنا يكرمهم كلهم يا رب ويسعدهم كلهم وينصر بلدنا، وينصر بلدنا، والنبي يا رب يا رب ينصر بلدنا. اقولها على اسمه جمال. حزين على البلد، حزين على البلد والله. انا بدي عليهم والله، بدي على الشعب الخايب اللي مش عارف يطلع البلد. والله العظيم ثلاثة يديهم فرصة، بس يديهم فرصة يشتغلوا وعشان خاطر يقفوا معانا، لكن كده ما ينفعش يا ابني. الشباب بيروحوا حرام، ليه كده؟ ليه اللي هم بيعملوا ده؟ ربنا يهديهم، يهديهم يا رب علينا، يهديهم البلد اللي خراب ده، الورق اللي اتحرق ده في البلد. ليه 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 يحرقوا ورق مصر، بلد مصر؟ ليه؟ في ايه؟ ايه اللي هم بيعملوه فينا ده؟ ربنا يهديهم يا رب، يهديهم يا رب، يهدي شعبنا كله، يهدي الشباب كلها يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصرنا ان شاء الله يا ابني.